بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 36 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب السنة 4 من الهجرة، وقيل 5، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 41 بعد 704,000، قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليته. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ يعني واحد من التابعين قاعد مع سيدنا حذيفة بيقول له متحمس، يعني لو كنت أنا بقى مع الرسول، يعني في وقت الصحابة، كنت فعلت وفعلت وفعلت. فسيدنا حذيفة يحكي له موقف كان صعبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديد وقر، قر يعني برد شديد بضم القاف هكذا، وقر، وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. يعني بيبين له أن الأمر كان شديد، ليلة شديدة الظلمة، شديدة البرد، شديدة الخوف، محاصرين بأعداء أضعاف أضعاف أهل المدينة، مدججين بالسلاح، والنبي يقول: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، يعني زي جاسوس يروح هناك عين كده يشوف أخبارهم إيه، بيفكروا في إيه، أعدادهم قد إيه، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان موجه للصحابة وفيهم الصناديد الكبار، سيدنا علي بن أبي طالب، في سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا الزبير بن العوام. الواحد فيهم جيش لوحده من هؤلاء الصحابة العظام. بالرغم من كده بيقول: اللي يأتيني بخبر القوم هيبقى معايا في الجنة في بعد كده بقى مقام. وبالرغم من كده ما جاوبوش، موقف شديد، محدش قال له أنا، مع إن الإغراء شديد، ده يدلك على شدة إيه الموقف. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فلما ما حدش أجاب بعد 3 مرات، انتدب النبي واحد بالاسم، قال له: قوم انت بقى. فانتدب حذيفة،
فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم. لا تذعرهم يعني لا تحدث فيهم جلبة فتسرهم علينا يعني. ولا تذعرهم علي يعني لا تسرهم علي ليقاتلوا أو يحاربوا أو شيء منها. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. ليلة شديدة البرد، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه وانصرف زال عنه البرد بالكلية وصار كأنما يمشي في حمام دافئ يعني. فالحمام جاي من الحميم، والحميم هو الماء الساخن. فجعلت كأنما أمشي في حمام يعني في دفء شديد، كأني يعني أعوم في ماء ساخن. وده بركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، زال عنه البرد والخوف أيضا ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، أي زال عني كل برد وامتلأت دفئا ونشاطا. حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يدفئ ظهره بالنار. يصلي ظهره بالنار أي يدفئ ظهره بالنار. فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. لكن النبي قال له لا تذعرهم علي يعني لا تحدث فيهم جلبة، بعدما كاد ان هو يضرب ابا سفيان بالقوس امتنع لتذكره وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فراجعت وانا امشي في مثل الحمام، يعني راح جاب خبر القوم ورجع. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، يعني أول ما وصل وأدى المهمة وأخبر النبي بالخبر رجع تاني للبرد اللي كان فيه قبل ما قررت، أي بردت مرة تانية. يبقى قررت جاية من القر اللي هو البرد يعني. بردت وارتعدت يعني. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضل عباءة كانت علي يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أحد. وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة بعد بدر بعام. بدر كانت في الثانية، أحد في الثالثة، الأحزاب في الرابعة. يعني كل سنة كانت قريش بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم. بس عارفوا مين إنه سفيان؟ ما عارف. مش حذيفة أو سفيان، ده مشهور. مش راجل تاجر ورايح جاي وزعيم قومه. فعارف. لسبق معرفة. باب غزوة أحد. هو عرف الخبر طبعا، في تفاصيل لأن الخبر هنا يعني في حذف لأنه مختصر، لكن من السيرة أنه جلس في وسط القوم فأمرهم أبو سفيان أنه هو يستشيرهم في في الأمر، وقال قبل أن نتشاور في الأمر كل واحد يعرف من بجواره عشان ما يبقاش معانا واحد غريب. فطبعا لو حذيفه سكت اللي جواره هيجي يساله هيعرف يقوم يتقتل. فقام حذيفه هو الذي بادر، قال الذي بجواري من انت؟ من انت؟ فاطمئن وقعد وابتدى الاجتماع. وده يدلك على سرعه بداهه الصحابه، وكان عندهم بديهه وسريعة، لأن لو انتظر لحظة كان اللي جنبه هيسأله الأول، فلو سأل الأول خلاص اتعرف. وبعدين تشاوروا وقرر أبو سفيان الرحيل بسبب شدة البرد والخوف والظلمة،
لدرجة ان الريح كانت بتقلب القدور، حتى مش عارفين ياكلوا ولا عارفين يشربوا، فمش هيعرفوا يعيشوا كده. فابو سفيان قال لهم خلاص يكفينا هذا ونعود، وكفى الله المؤمنين القتال. فعاد حذيفة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان القوم عزموا على الرحيل، وبعدين بعد كده استقر الامر والحمد لله. ودي كانت اخر يعني مواجهة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها في العام السادس صلح الحديبية، وبعدها بسنتين فتح مكة وانتهى الامر، وصارت مكة دار اسلام الى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. باب غزوة احد. وعنه به قال وحدثنا هداب بن خالد الازدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افرد يوم احد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، لان انت عارف ان حصل هجمة من قريش بعد نزول الرومان، فالنبي كان في مكان وحوله فقط سبعة من الانصار واثنين من قريش يحموه، وكان كل هم المشركين ان هم يركزوا على النبي يقتلوه، كان كل همهم كده يريدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. افرد يوم احد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه يعني لحقوه ادركوه اتعبوه، كل ده بمعنى رهقوه، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة صلى الله عليه وسلم. من يردهم عنا يعني يرد دفعة هؤلاء المشركين على المكان الذي واقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ان يبيدوا هذا المكان كل من فيه. قال من يردهم عنا وله الجنة او هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه ايضا فقال من يردهم عنا وله الجنة او هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما انصفنا اصحابنا، يعني وفي رواية ما انصفنا بفتح الفاء، ما انصفنا اصحابنا يعني يعني لم يبقى الا ان نحمي انفسنا بقى. اصحابنا اللي هم الانصار اللي ماتوا يعني قتلوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال ما أنصفنا أصحابنا يعني يعني أصحابنا الذين نزلوا من جبل الرماة وجعلوا المشركين يكيدون لنا هذا الكيد الشديد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، دخلت حلقات المغفر في الخد الشريف صلى الله عليه وسلم حتى أنها انغرست في عظمة الخد، وأخرجها سيدنا علي بفكه بأسنانه، وكسرت البيضة اللي هي الخوذة التي كانت على رأس النبي، يعني ضربت أربة بسيف كسرت الخوذة، والخوذة دي من الصلب، فيدلك يعني حجم الضربة كيف يكون. وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى والسفلى، الرباعية اللي هي الضرس الذي بجوار الناب، عندنا ثنيتان تعد الثنيتين واحد اثنين وبعدين الناب ثلاثة، الرباعية نمر أربعة، يبقى نمر أربعة يسموها الرباعية لأنها رابع واحدة اللي هي الضرس اللي جنب الناب على طول.
وكسرت رباعيته وهشمت البيضة اللي هي الخوزة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، المجن اللي هو الترس الايه المسطح كده كالطبق، يقوم يجيب المية في هذا الترس، ستنا فاطمة تغسل عن وجه أبيها. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب عليهما السلام يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيل الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، عشان توقف النزف. يعني من وسائل إيقاف النزف في الطرق القديمة إنه يأتي بتراب أو برماد، والمصريين يجيبوا بن، مش كده برضو؟ أول ما يتخانق الجماعة في القهوة يقول لك هات البن قبل ما يتجرح، يوضبوا البن الأول وبعدين عشان لما يجرحوا يحطوا البن على الجروح. يبقى إيه؟ دي وسائل إيقاف النزف القديمة يعني في الطب القديم، وهي متبعة إلى يومنا هذا أحيانا، بس بتتحط بعض المواد بقى الجديدة سموها سيرجي سيل وشيرجي فوم، حاجات كده متصنعة عشان تتحط في المكان يقوم الجسم يبتدي يكون عليها تجلطات ويقف الدم. وده يدلك على أن سيدتنا فاطمة كانت تخرج مع الجيش لتمريض المرضى وسقي الجرحى وتضميد الجروح، وفعلت مع أبيها عليه الصلاة والسلام يوم أحد هذه المحاولات لإيقاف النزيف. كان نزيف شديد من وجه النبي مكان لما أخذوا حلقة المغفر، فخرج الدم يتدفق يعني كالصنبور. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه وقال ما كان هشمت كسرت، هشمت البيضة الكسرت البيضة اللي الخوذة. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حا قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حا قال وحدثني محمد بن سهل التيميمي قال حدثني ابن أبي عمر ابن أبي مريم قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه صلى الله عليه وسلم. أمال يعني إيه والله يعصمك من الناس؟ يعني لا تقتل ولا تموت حتى تبلغ دعوتي، فعصمه من القتل ولم يعصمه من الإيذاء. يبقى الله يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل أو الموت قبل بلاغ تبليغ الديانة، ولكن لا يعصمك من الإيذاء لتكون أسوة وقدوة لمن أوذي في الله. فلا تناقض يعني بين السيرة وبين القرآن، لأن في ناس يقول لك ما ربنا بيقول الله يعصمك من الناس، إزاي يقولوا لنا أنه جرح وضرب وتعمل؟ فالله يعصمك من الناس يعني لا يمكنهم من قتلك حتى تبلغ دعوة الله.
وعنه به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته ما تقولش رباعيته، لا بتخفيف الياء مع الفتح، رباعيته يوم أحد اللي هي رابع سنة سموها رباعية لأنها إيه، واللي بعدها تبقى خمسية من حيث العدد أو إيه أو الأضراس أو النواجذ، هي أسماء. يبقى عندنا الثنايا والناب ثم الرباعية ثم الأضراس، وآخر الأضراس يسموها النواجذ، كل دي تسميات للأسنانين. كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه. يسلت الدم يعني يزيل الدم عنه، يسلت الدم يعني يزيل، وهكذا بيده صلى الله عليه وسلم. ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يعني ايه، جرحوا وجهه وأسالوا دمه. فالشجة هي الجرح الذي يقطع اللحم. قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني اترك لي الأمر وأنا أفعل فيهم ما أرى بحكمتي وعقوبتي ورحمتي، أدي معنى. فأعاقب من سبقت عليه الشقاوة وأرحم من سبقت له السعادة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بيحكي حال نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني حال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يجرح أعداؤه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وببركة هذه الدعوة دخلوا في دين الله أفواجا، ببركة دعوة النبي. وهذا كمال العفو عمن ظلمه وقاتله وأذاه، وكمال الإحسان لمن ظلمه وأذاه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه. باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي، شر الناس كده من قتل نبي أو قتله نبي، هو دون شر الناس. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذى المشركين والمنافقين. وعنه به قال وحدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند البيت، وكان في مكة قبل الهجرة بسنوات طويلة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وكان حتى قبل الإسراء والمعراج، ما هو كانش لسه فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، قبل الإسراء والمعراج كان هناك صلاتان، صلاة الصباح وصلاة الليل مفروضتان وقيام الليل، فكان في صلوات مفروضة قبل الإسراء والمعراج، وكانت مثنى مثنى، لا ركعتين ركعتين. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت يعني في الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ سلا الجزور وهو الغشاء الذي فيه جنين البهيمة، يسموه السلا. عارف أنت لما تبقى البهيمة حامل أو حبلة وفيها جنين ثم تذبح، تجد عند هذا الجنين ملفوف في غشاء غلاف، كويس؟ الغلاف ده في البهيمة يسموه سلا، يقابل المشيمة وغلاف المشيمة في الايه؟ في الانسان، اللي هو يسموه الامنيوتك ممبرين دلوقتي، اللي هو ايه؟ الغشاء الامنيوزي، اللي هو يحاط بالجنين ايه في بطن امه. فالسلا ده بيبقى ملتصق بالمشيمة وايه؟ ويحيط بالجنين، فهمت؟ ده السلا، ولا يطلق السلة في الإنسان، يطلق في البهيمة بس. فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، يعني من شدة الضحك بقوا ايه؟ يناموا على بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ايه؟ ظل هكذا ساجدا على ظهره السلة مخافة ان يلوث ارض الكعبة اذا رفع، حتى جاءت سيدتنا فاطمة بنت رسول الله فازالت عن ابيها ما وقع عليه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان شايف الموقف ومن خوفه لم يستطع ان يقترب من النبي ليزيل عنه ده، من شدة خوفه، ده دليل ان هم كانوا مستضعفين في اول البعثة، لان اللي بيروي هنا سيدنا عبد الله بن مسعود: وانا قائم انظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان حد يمنعني ويدافع عني كنت ايه؟ طرحت عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق انسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية، جويرية يعني طفلة صغيرة بتجري، يعني ادي معنى جويرية، لسه كانت طفلة صغيرة تجري، فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. قوية الشخصية سيدتنا فاطمة، الانسان العادي في الزمن ده ما كانش يقدر ينظر الى هؤلاء الصناديد واللي تشتمهم، قوة شخصية وشجاعة ورثتها عن ابيها وورثتها لابنائه، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين هؤلاء كانوا من اشجع الناس. ثم اقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وإن قضى صلاته هل قطعها لوجود النجاسة على ثوبه أم أنه لم تكن الصلاة تبطل بوقوع النجاسة على الثوب بعد، وأن هذا جاء بعد ذلك الحكم، تحتمل كده وتحتمل كده، واضح؟ يبقى قضى صلاته يعني هل أكملها والنجاسة كانت عليه، حيث أن الحكم كانت أن النجاسة إذا وقعت على الإنسان أثناء صلاته لا تقطعها، تحتمل الحكم كان كده، وتحتمل قضى صلاته أي قطعها لوقوع النجاسة عليه ثم دعا عليه،
يحتمل هذا ويحتمل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، يكررها ثلاث مرات، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، الضحك ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، كانوا يعادوا النبي ويخافوا منه وعارفين ان دعوته مستجابة. فلما سمعوا صوته يعني يدعو عليهم ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة، ده خطأ ووهم، وهو الوليد بن عتبة وهم في الرواية، لكن أثبتها بالوهم، أثبتها بالوهم الإمام مسلم، وهو يعرف أنها وهم لأن هي بلغته هكذا، فكان يثبت حتى الخطأ من دقة إيه تبليغ الرواية كما سمعت. لكن هو الوليد بن عتبة مش عقبة، هذا هو الصواب من كتب السيرة يعني. والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، يعني أغلبهم لأن في بعضهم إيه مات في الطريق مجروحا يعني. لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، يعني بعدها استجب دعوة النبي في الحال، لكن ظهر أثرها بعد 10 سنين. يبقى الإنسان ما يستعجلش إيه إجابة الدعاء إنه يا رب عيني، دعوة النبي هي مستجابة، بس ظهرت الإجابة إمتى؟ بعدها بحوالي 10 سنين. شوف قد ايه وانت تدعي يوم واثنين وثلاثة وشهر ودول ربنا لم يستجب ليه، لا تستبطئ الإجابة، لأن الله يستجيب ويختار الوقت الذي يظهر الإجابة سبحانه وتعالى. يقال إن سيدنا موسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فاستجيبت الدعوة وظهر أثرها بعد 50 سنة من دعوة سيدنا وأغرق آل فرعون وفرعون بعد دعوة سيدنا موسى دي ب50 سنة، وربنا قال له في الحال قد أجيبت، وقعدوا 50 سنة مش شايفين أثر الإجابة بس أجيبت، ربنا يختار الوقت. فالإنسان لا يستبطئ إيه الإجابة، الإجابة تمت ولكن متى تظهر، اللي يحدد المتى ده هو الله، اللي يحدد وقت ظهورها هو الله سبحانه وتعالى، لست أنت الذي تحدد، فهم؟ لأن ربنا قال ادعوني أستجب لكم، خلاص وعدك استجاب، طالما دعوت استجاب، تقول لم أرى، ما لم يأتي وقت الرؤية، لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر إجابته يجعلك ترى وقت الرؤية والإجابة، قد يؤخرها لك حتى في الآخرة، فهم؟ لكن هو استجاب استجاب، ما ألهمك الدعاء إلا يجيبك سبحانه وتعالى، ما ألهمك الدعاء إلا ليجيبك، وما وفقك للدعاء إلا ليجيبك، ولكن جهل الإنسان وعجلة الإنسان هي التي تجعله يستبطئ قبول الدعاء وإجابة الدعاء فينقطع عن الدعاء. والشكر يقول لي لا يكن تأخر أمد الله لك بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، دي في الحكم العطائية، لا يكن تأخر أمد الله لك في العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وده من الأدب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يستجيب الله لأحدكم ما لم يعجل، قيل وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيقطع الدعاء، فهم؟ فاحذر ذلك واعرف كيف تتعامل مع ربك. لو النبي دعا على هؤلاء الناس وربنا استجاب، ظهرت الدعوة بعدها 10 سنين، فهمت بقى؟
لقد رأيت، اللي بيقول كده سيدنا عبد الله بن مسعود، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق: والقليب هو البئر الذي لا سور لها، يسموها القليب. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. شو خدت بالك؟ يعني يقصد الوليد بن عقبة غلط، لا هو عتبة مش عقبة، لأن الوليد بن عقبة في الوقت ده كان صغير، كانش موجود أصلا معنا. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور، اللي هو ده أشقاها بقى، أشقى القوم، هو اللي راح نفذ اقتراح أبو جهل. إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، وده من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن لما وقع الجزور على ظهر النبي نجس ثيابه وجسده، فإن رفع وقع الجزور على الأرض فينجس الأرض أيضا، فانتظر النبي حتى يأتي من يرفع عنه فلا يتنجس الأرض، من باب ارتكاب أخف الضررين. دي قواعد تفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزيل الضرر بضرر أشد، يجي يزيل النجاسة ويروح ينجس الأرض. فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك. قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر، غير أن أمية أو أبيا تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر، لما يجروه بقت تتقطع أعضاؤه، يعني يبقى تقطعت أوصاله يعني تقطعت أعضاؤه، كلما أرادوا أن يسحبوه تقطعت أعضاؤه لأنه كان كاد يتحلل يعني. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد: وكان يستحب ثلاثا يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا، وذكر فيهم الوليد بن عتبة. أو شايف الوليد بن عتبة هناك عقبة خطأ، هنا عتبة، فهمت؟ الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك. قال أبو إسحاق: ونسيت السابعة. وعن أبي قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش، فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة، قالوا: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، اللي هم بتوع الطائف، يوم العقبة كان النبي بيعرض نفسه على القبائل حتى يجد من ينصره فيأوي عنده،
إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. عارف قرن الثعالب ده على بعد حوالي 90 كيلو، ده ميقات أهل نجد. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حزني وهمي فضل ماشي 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 ما فقش لنفسه من همي الا وعند قرن الثعالب. يعني مشي قد ايه؟ مسافه طويله قوي من شده الهم، لم يدرك حتى طول المسافه التي سار صلى الله عليه وسلم. فلم استفق الا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اضلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ورجاء النبي تحقق والحمد لله. في رواية تانية غير مسلم بقى الملك قال له صدق من قال أنك رؤوف رحيم أو رحمة للعالمين. يعني حتى الملك تعجب من رحمة النبي وشفقته. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دميت يعني جرحت فسالت دمه. دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد وهو بيحفر الخندق، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. والغار هنا يعني العسكر، الغار هنا يعني العسكر أو الجيش، مش الغار اللي هو داخل إيه الجبل. يعني الغار يطلق إيه على العسكر أيضا من ضمن ألفاظه التي تدل على جموع الجيش. وحتى احنا لحد دلوقتي نقول ايه لما الجيش يجي يهجم على حد يقول غارة، جاءت غارة، يعني هجوم جيش يسموه ايه غارة. فهم؟ يعني كان في غار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار يعني في عسكر فنوكبت إصبعه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب ابن سفيان يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي، وشوف بقى الجمال، ما ودعك ربك، ونسبك في الخطاب للرب. وفي القلة وهي الكراهية ما قالش وقلاك، قال وقلا. شوف حتى يعني ايه حتى يبعده كل البعد، لان لو كان الكلام المعتاد هيقول ما ودعك ربك وما قلاك،
مش كده برضو؟ لكن شوف لان القلة فيها نوع يعني ايه بعد، وفيها نوع لا يليق بعلاقة النبي بربه وعلاقة ربه بنبيه، لم يأتي بضمير الخطاب في قلة، فقال وقلة ما ودعك ربك وما قلة، يعني انت ابعد ما تكون عن ذلك. وده من بديع الخطاب الايه القرآني، وايه وحسن بيان القرآن وبيان مقام النبي عند مولاه الذي تولاه. طبعا لو قعدت تقرا بقى ايه في اعجاز القرآن ووجوه اعجاز القرآن والحاجات الحلوه دي وفي اللغه العربيه، هتطلع يعني كلام كثير جدا، حتى تعرف ان هناك فارق بين كلام الله واعجاز كلام الله وكلام الخلق في اعلى بيانه. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الاسود بن قيس بهذا الاسناد نحو حديثهما. ونقف على باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الله وصبره على اذى المنافقين غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم بلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعنا على ما أقمتنا فيه ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.